حذرت روسيا من أن مناورات حلف الشمال الأطلسي المقررة في فنلندا في 26 من إبريل الجاري تزيد من مخاطر وقوع حوادث عسكرية محتملة. ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا التدريب القتالي المرتقب للناتو على الأراضي الفنلندية بالاستفزازي، مشيرة إلى أنه جزء من حرب هجينة ضد روسيا. وأضافت أن موسكو تراقب عن كثب ما وصفته بالتصرفات العدوانية الجماعية للغرب، محذرة من أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والعسكرية التقنية اللازمة لوقف التهديدات تجاه قدرات روسيا الدفاعية. من موسكو معنا مراسل الشرق أندريه كرسانوف. أهلا بك معنا أندريه. أندريه، دعني أبدأ أولا عن تفاصيل الهجمات المسيرة الأوكرانية، كيف جرت عمليات إجلاء السكان من تلك المنطقة وما الأضرار التي لحقت بالمنشآت الطاقة؟ نعم عبد الرحمن، بالفعل اليوم وكالات الأنباء الروسية المختلفة نشرت في الساعات الصباحية الأخبار حول هجمات بمسيرات أوكرانية على ثلاث مقاطعات روسية مختلفة، من بينها مقاطعة سمولينسك التي تقع مباشرة على الحدود الروسية البيلاروسية، ومقاطعة ليبسك ومقاطعة فارونيش. هذه المقاطعات ليبسك وفارونيش هي تقع جنوبي مقاطعة موسكو. طبعا تم استخدام مسيرات أوكرانية على مواقع أو على البنية التحتية المتعلقة بالوقود والطاقة في مقاطعة سمولينسك ومقاطعة فارونيشك وفيليبسك، تم استهداف المنطقة الصناعية. وكما قالت السلطات المحلية في مقاطعة ليبسك، تم إجلاء السكان المحليين في البنايات التي تقع بالقرب من هذه المؤسسة الصناعية، تم إجلائهم إلى أماكن آمنة لتوفير الأمن ولإنقاذ حياتهم من أي أضرار محتملة. طبعا بعد ذلك اليوم تقريبا في الساعة في ظهر اليوم، وكالات الأنباء الروسية والسلطات المحلية أعلنت أن السلطات المحلية في مقاطعة سمولينسك تمكنت من إقامة السيطرة على الحرق الذي اندلع في مواقع تابعة للوقود والطاقة في مقاطعة سمولينسك، ولم يكن هناك عبد الرحمن أي تهديد لانقطاع الحرق إلى أماكن أخرى. فيما يتعلق بالمقاطعات الروسية الأخرى ليبسك وفارونيش، أيضا السلطات المحلية بذلت كل جهود لضمان الأمن في هذه المناطق ولتوفير الحماية من مسيرات أوكرانيا. كما نعلم وزارة الدفاع الروسية تقوم دائما بتحديث منظومات الدفاع الجوي وتحاول بذل مزيد من الجهود لضمان أمن المواقع المدنية والسكان المحليين في هذه المناطق، وخصيصا في المناطق الروسية الجنوبية مثل مقاطعة بيلغوراد ومقاطعة كورسك ومقاطعات روسية أخرى. حرب الطائرات المسيرة سمة رئيسية للحرب في أوكرانيا، فعلى خط الجبهة تستخدمها كييف كما موسكو لضرب المعدات العسكرية باهظة الثمن. السلاح هو مما لا شك مثير للقلق، فالطائرة المسيرة ذات تكلفة منخفضة نسبياً بالنسبة لغيرها من الصناعات العسكرية، وهو عامل محفز للاعتماد عليها من كلا جانبين بالنظر لاستمرار الحرب للعام الثالث على التوالي. هذه الطائرات أسهمت في فرض قواعد اشتباك جديدة وأرست استراتيجيات عملياتية تتوافق مع الأمد المتوقع للحرب بهدف إلحاق أكبر قدر من الخسائر المادية للعدو، فقد استهدفت القدرات القتالية وعطلت مراكز القيادة وقصفت المواقع المدنية التي يتعثر الوصول إليها عبر الوسائل العسكرية التقليدية. الاستخدام الموسع لها يجعل من القوات البرية أو أي معدات موجودة على الأرض أهدافاً سهلة، وبالتالي سيتمكن الطرفان من استهداف قوات الطرف الآخر دون أي احتكاك مباشر. وتقويضاً لتفوق الروسي في الحرب، طورت أوكرانيا بعض المسيرات القتالية ذات التكلفة المنخفضة نسبياً والبالغة نحو $2000 للمسيرة الواحدة، معلنة أنها ستنتج ألاف المسيرات بعيدة المدى قادرة على توجيه ضربات مباشرة في العمق الروسي.
واقع فرض على روسيا تعديل تكتيكاتها هي الأخرى بعدما أدركت أهميتها، فأطلقت مئات المسيرات محلية الصنع. ووفقا لمسؤول كبير في الناتو، فإنها تنتج شهريا ما بين 300 إلى 350 طائرة مسيرة هجومية انتحارية، إضافة إلى الاستعانة بمسيرات شاهدة الإيرانية، حتى أنها رفعت حجم الاستثمار في صناعتها ليصل إلى نحو 13 مليار دولار، معتبرة أنه من أهم النشاطات الروسية الواعدة. ولكن رغم كل هذا، إلى أن المسيرات ليست قادرة حتى الآن على حسم الحرب، فوفق مراقبين يمكن النظر في مدى قدرتها حال أضيفت لها بعض التقنيات.